بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. النهاردة اللعب مع الكبار، النهاردة مش استوديو عادي، النهاردة مش مجرد مباراة ولكنها مباراة تاريخية في ليلة تاريخية لن ينساها الجميع. النهاردة الكبار بيلعبوا بعض، النهاردة النادي الأهلي كبير الكرة المصرية والإفريقية مع بايرن ميونخ زعيم الكرة الأوروبية، وده فعلا زي ما قلت في البداية اللعب مع الكبار، لأن حضرتك المباراة دي أول مباراة رسمية بتجمع النادي الأهلي بفريق أوروبي. يمكن لعبنا كتير قبل كده قدام فرق أوروبية وحققنا نتائج كويسة، كسبنا وخسرنا وتعادلنا وكان عندنا في بعض المباريات مستوى جيد وأحيانا بيبقى المستوى متوسط، لكن ماتش النهاردة لقاء رسمي، أول لقاء رسمي النادي الأهلي بيواجه فيه بايرن ميونخ بطل أبطال العالم أو بطل أوروبا في نصف نهائي كأس العالم للأندية. ولما بقول اللعب مع الكبار لازم كلنا نفهم الجملة دي كويس قوي، مش أي حد يلعب في كأس العالم، مش أي حد يوصل لدور النصف النهائي لكأس العالم، مش أي حد يلاعب بايرن ميونخ اللي هو من أقوى فرق العالم إن ما كانش أقوى فريق في العالم، بطل أوروبا واللي جايب كل البطولات السنة اللي فاتت. مين اللي هيلعب مع فريق زي ده غير النادي الأهلي؟ انتوا قولولي، التاريخ بيقول كده والأرقام بتقول كده، يبقى ده فعلا زي ما قلت في الأول اللعب مع الكبار. من حقنا قبل الماتش وفي وسط الماتش وبعد الماتش كأهلوية، من حقنا ان احنا نفخر بانتمائنا لنادينا. دي نعمة من نعم ربنا علينا، نعمة من نعم ربنا علينا، اولا ان احنا مصريين ولازم نعتز ونفتخر ان احنا مصريين، والنعمة التانية اللي ربنا اداها لنا انت كأهلاوي، نعمة كبيرة جدا من ربنا ان انا أهلاوي. الحمد لله على النعمة دي، انا بتشرف في كل حتة، وجمهورنا الأهلاوي كله وكل من ينتمي للنادي الأهلي بيتشرف وبيفتخر ان هو بينتمي للنادي الأهلي، سواء لعيب، سواء في جهاز، سواء مجلس إدارة، سواء جماهير. هي دي فعلا الحاجة الكبيرة في حياتنا، لأن النادي الأهلي نادي كبير في الفعل، نادي كبير في كل حاجة، والنهاردة كبير ضد كبير، كبير أفريقيا وكبير مصر، والنادي الأهلي بيمثل مصر، بيمثل مصر قبل ما يمثل أفريقيا. فهموا الكلام شوية كويس، النادي الأهلي بيمثل مصر قبل ما يمثل أفريقيا، ولو كان في نادي تاني مكان النادي الأهلي كنتوا هتشوفوا جماهير النادي الأهلي بتعمل إيه. الكلام اللي بيتقال إن إحنا هنشجع كذا وهنشجع الفريق اللي قدامكم وهنشجع، أنا بسميها عدم وطنية من الآخر يعني. إنما النادي الأهلي نادي كبير بتصرفاته، بتاريخه، بقيمه، بمبادئه، باللي إن شاء الله هيقدمه النهاردة في الماتش. النادي الأهلي الكبير هيلاعب كبير أوروبا اللي هو بايرن ميونخ. يعني حضرتك النادي الأهلي وصل للمكانة دي مش من فراغ، ولا من بطولة، ولا من موسم، ولكن وصل بعد جهد وبعد تعب وبعد تاريخ لأجيال ورا أجيال، بتكلم على 100 وشوية سنة، لحد ما وصل المارد الأحمر للمكانة اللي احنا فيها النهاردة دي. نادي الأهلي لو قلنا ماتش النهاردة القيمة التسويقية للنادي الأهلي قد إيه، لو صرفنا ملايين الملايين مليارات، ما كانش الناس هتتكلم على النادي الأهلي زي ما بتتكلم النهاردة كده. كل العالم بيتكلم عن النادي الأهلي، سيبك بقى من اللي بقى يقعد يقول لك واحنا اصل بايرن ميونخ وهتلعبوا بايرن ميونخ احنا هنشوف، مش سيبك من الكلام ده. احنا قبل كل شيء وبعد كل شيء حتى بعد المباراة بنفتخر ان احنا، ده كلام الفيفا، البطولة بتاعته، احنا وصلنا من ضمن احسن اربع فرق في كأس العالم للأندية، اللي هي اكبر محفل عالمي في الكرة لأبطال أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية. يعني النادي الأهلي مش إحنا اللي بنقول، الأرقام هي اللي بتقول، الفيفا هو اللي بيقول، كأس العالم للأندية هو اللي بيقول. الحمد لله إحنا مهما حدث هنفضل فخورين، مهما حدث. يعني الكرة فيها
فوز وخساره وتعادل، هنا النهارده فوز او خساره مهما حصل مهما كان، انا متاكد ان النهارده متاكد بنسبه 1000000% ان كل لعيب مستني اللحظه دي، كل لعيب في النادي الاهلي، كل لعيب في النادي الاهلي مستني بس صفاره الحكم وانه يحط رجله في بدايه المباراه دي، انا متاكد منها 1000000%. متاكد ان اللعيبه هتعمل اللي عليها وزياده وزياده، واحنا متقبلين كل شيء، بس ان احنا هنعمل اللي علينا وزياده، انا متاكد ان احنا ربنا ان شاء الله هيكافئنا باذن الله. الامر في ايدينا مش في ايد بايرن ميونخ، لا الامر في ايدينا. الامر ايه اللي في ايدينا؟ احنا هنبان من اول الماتش باذن الله ان احنا رجاله، وان احنا واقفين على رجلينا، وان احنا بنمثل النادي الاهلي، وروحنا روح النادي الاهلي وروح الفانيلا الحمراء هي دي ان شاء الله باذن الله اللي ربنا هيكافئنا عليها النهارده باذن الله رب العالمين. النتيجه كل النتائج متاحه، كل النتائج موجوده، ولكن احنا هنبقى فخورين بفرقتنا ان شاء الله بعد المباراه، سواء مش عايز اقول نتائج، المهم هم هيعملوا اللي عليهم وزياده، واحنا فخورين بيهم وباللي عملوه من قبل المباراه وان شاء الله كمان بعد المباراه. احنا خلي بالكم نادي الاهلي، نادي الاهلي دايما هو اللي بيرسم الفرحه للمصريين، نادي الاهلي هو اللي بيرسم البسمه والسعاده لكل جمهور مصر، مش النادي الاهلي بس. نادي الاهلي بعد ما اتخطى الدحيل ومن قبلها وصل لمونديال الانديه، فاكرين وصلنا ازاي لمونديال الانديه لما خدنا بطوله افريقيا كسبناها بالقاضيه؟ فاكرين كره مجدي قفشه اللي جت في محمد ابو جبل في الزمالك في نهائي القرن الافريقي؟ هي دي اللي وصلتنا للنهارده. ماتش النهارده طبعا الناس كلها بتتكلم ايه، او البعض بيتكلم عليه يقول لك فرق الامكانيات بين بطل اوروبا وبطل افريقيا. طب ما ده وضع طبيعي، هو يعني هو دي حاجه مستخبيه، ما لازم يكون في فروقات، ايه المشكله يعني؟ بس ده ماتش 90 دقيقه، هو 11 لعيب انا 11 لعيب، هو لعيب عنده رجلين اتنين انا لا، كل لعيب عندي عنده رجلين اتنين. انما النادي الاهلي اللي انا متاكد منه بقى ان النادي الاهلي ان شاء الله هيقدم مباراه جيده، ولاعيبته ان شاء الله هيكونوا رجاله زي ما احنا عرفنا عنهم على مدار الاجيال. انا متاكد ان لعيبه النادي الاهلي النهارده في الملعب هيموتوا نفسهم، هيلعبوا بدون خوف رغم فرق الامكانيات اللي هم بيقولوا عليه، او رغم اللي هو الحسابات اللي هي قدامنا على الشاشات او على الاوراق، لكن انا متاكد ان احنا هنشوف فعلا رجاله النهارده في الملعب زي ما لعيبه النادي الاهلي على مدار الاجيال عودونا. والنهارده هتشوفوا لعيبه النادي الاهلي بتبذل جهد كبير في الملعب عشان يقدموا العرض اللي يليق بالنادي الاهلي وجماهيره وتاريخه. النتيجه بقى دي من عند ربنا، احنا راضيين بيها، المهم نعمل اللي علينا، والتوفيق بتاع ربنا، وعدم التوفيق ده وارد في الكوره، كل حاجه وارده في الكوره. هتقول لي الكوره ممكن البايرن يكسب النهارده؟ اه ممكن البايرن يكسب النهارده. ممكن النادي الاهلي يكسب النهارده؟ اه مفيش حاجه اسمها استحاله. اه ممكن النادي الاهلي يكسب النهارده، بس اللعيبه تعمل اللي عليها والنتيجه دي بتاعت ربنا. احنا راضيين بكل حاجه، ولكن هنشوف باذن الله باذن الله اداء جيد من لعيبه النادي الاهلي النهارده. يعني انت ممكن في الملعب عادي حته التوفيق وعدم التوفيق، انت ممكن تعمل كوره كده تيجي في العرض، ممكن واحد يعمل نفس الكوره تقلش تخش جول. انما حضرتك هتسالني يعني احنا هنكسب البايرن؟ هقول لك اه دي كوره. ليه لا؟ الناس كلها كانت اللي هي بتحب النادي الاهلي فتره فاتت تقول لك ليه لا؟ انا هقول لك وارد انك تكسب النادي الاهلي. اه انت عندك 90 دقيقه في الملعب، وارد كل شيء فيها. وعلى فكره مش دايما الاقوى بيفوز، ومش دايما التكهنات بتطلع زي ما الناس بتقول، ومش دايما الافضل في الملعب بنسبه كبيره هو اللي بيفوز. وخلي بالكم النادي الاهلي ليه تاريخ مشرف وكبير جدا مع كل الفرق الاوروبيه في جميع المباريات الوديه اللي اتلعبت قبل كده.